الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله يا بناتي في هذا البرنامج برنامج الاطفال يسالون ونسال الله عز وجل ان يسعدكم ويحفظكم ويجعلكم من الذريه الصالحه يقول النبي عليه الصلاه والسلام طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه هذا الحديث يحثنا على الاجتماع على الطعام مو كل واحد ياكل لوحده خاصه اذا كنا في البيت يجب ان يكون الأولاد والبنات يعني يأكلون مع أبوهم مع أمهم احنا نلاحظ الآن في الأزمنه هذه الأخيره كل واحد ياكل لوحده مع انهم في نفس البيت نفس المكان ويمكن بعد نفس الوقت كل واحد ياكل لوحده هذا ما ينبغي الخير والبركه ان الواحد يجتمع مع ابوه وامه وياكل معاهم سواء كان يعني في الصباح او في الغداء او في او في العشاء الواحد لما يشوف ابوه وامه وياكل معاهم اكيد يكون عنده سؤال او يسمع من ابوه او يسمع من امه بعض الاشياء التي هم يعني ما يعرفونها فيكون الحديث مع الاكل اجتماع طيب مبارك حرصوا على هذا يا عيالي يا بناتي احنا الان نرى كل واحد ياكل لوحده وكل واحد يطلب وجبه يعني من خارج البيت وياكل وحده معنا اكل البيت افضل واحسن واطيب واصح فنقول لا تفوتون هذه السنه المباركه فإذا اجتمعنا الطعام ولو كان قليلا فهو كثير بسبب بركة الاجتماع طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة طيب الآن معنا هذا السؤال السلام عليكم يا شيخ أنا اسمي عباس عبد الله ما هي معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا حتى أوصلها بعض أهل العلم الى اكثر من الف معجزه كما قال ابن القيم في اغاثه اللهفان اكثر من الف معجزه ومعجزات النبي عليه الصلاه والسلام منها من كان يعني موجود ثم ذهب ولن يعود ومنها باق وسيستمر الى ان تقوم الساعه وهو القران الكريم القران الكريم يعتبر معجزه ورساله في نفس الوقت القرآن لا زال كما هو، كما أنزله الله عز وجل بدون تبديل ولا تحريف ولا تغيير. هذه المعجزة العظيمة التي معنا وست وستستمر إلى أن تقوم الساعة. القرآن طبعا فيه معجزات كبيرة جدا. تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بهذا القرآن الكريم. العرب العرب كما تعرفون يعني عندهم فصاحة. وبلاغه ومع ذلك تحداهم الله عز وجل وتحداهم حتى ما استطاعوا ان ياتون بشيء من مما عندهم من الكلام بل ان الله عز وجل اثبت من خلال كلامه المبارك الامور المستقبله التي يعني ما جاءت ثم اخبر بمجيئها قبل ان تاتي كمثل قوله عز وجل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وهذه الغيبيات هي التي تحققت طبعا بعد ذلك وكل ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المعجزات كما قلت منها يعني كان موجود ثم ذهب مثلا على سبيل المثال الاسراء والمعراج هاي تمت وخلصت وهذه معجزه من المعجزات العظيمه اسري بالنبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى البيت المقدس وعرج به الى السماء السابعه وكلمه الله عز وجل وكلفه بالصلاه هذه معجزه ذهب عليه الصلاه في ليله واحده حتى حتى قال اهل السير لما رجع عليه الصلاه والسلام لا زال الفراش دافئا يعني معناته ذهب بسرعه ورجع حتى الفراش لا زال دافئا. طيب ايضا من المعجزات انشقاق القمر وقد راى المسلمون والكفار راوا انشقاق القمر ومع ذلك لم يؤمنوا. اقتربت الساعة وانشق القمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك كان حجر في مكة كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يعني الطعام يكثر بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهو قليل طعام قليل يكثر بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى يعني يغطي الجيش كله، الكل ياكل من هذا الطعام. ويزيد كذلك نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى شرب منه الجيش كله وتوضاوا من هذا الماء وهكذا المعجزات النبي عليه الصلاه والسلام كثيره جدا كما قلت لكم وقد ذكر البيهقي في دلائل النبوه وكذلك الماوردي في اعلام النبوه ذكروا هذه المعجزات فانا انصحكم عيالي بناتي تقرؤون في هذه الكتب وتتمعن كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه الله عز وجل معجزات خالده ولا زالت وهو القران ومعجزات تمت ويعني ذهبت ويتثبت نبوته صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي علينا ان نعرف سيرته المباركه في حياته وعلينا كذلك ان نؤمن بهذه المعجزات التي لم نراها نعم احنا ما رايناها ما رايناها لكن نؤمن بانها حصلت للنبي عليه الصلاه والسلام. فهو الصادق البار وينبغي علينا ان نحترم كلماته واقواله ونضعها على العين والراس. طيب نخرج الى الفاصل ونعود اليكم بعد قليل. عدنا إليكم بعد الفاصل عيالي بناتي في هذا البرنامج الأطفال يسألون عندنا هذا السؤال السلام عليكم يا شيخ أنا اسمي الطالب حمد صباح الخالتي عندي سؤال لك يا شيخ ما هي الوسائل التي تعين على تقوى الله جزاك الله خير أولادي حمد على هذا السؤال المبارك ما هي الوسائل التي تعين على تقوى الله من اعظم الوسائل التي تعين على تقوى الله الاخلاص الانسان عندما يخلص دائما تكون نيته ان يعمل لله ولا يعمل للناس ولا يحب ان يكون الناس تعرف عنه كما هو حال بعض الناس كل عمل يقوم به يريد ان يشتهر ويعرف وتجده يصور نفسه حتى لو كان يطوف حول الكعبه. يعني سبحان الله اصبح الامر يعني ليس هو المقصود في الطاعه والعباده لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد منك انك تخلص له. الانسان عندما ينوي في كل اعماله واقواله انه اي هذا العمل الذي يقوم به لله فان الله يبارك له ويجعله قريبا من الله عز وجل. أه تقوى الله سبحانه وتعالى هي غايه الغايات يجب ان يكون الانسان في اعماله سواء كانت عبادات او كانت معاملات ان تكون لله لا ينتظر من الناس شكر ولا ينتظر من الناس اجر بعض الناس كل شيء يسويه يصوره حتى لو كان يطوف حول الكعبه فهذا ما ينبغي ترى انت اعمل لله بس واخلص عملك لله فإن الله يبارك لك في حياتك لذلك الذي يعني يرائي الناس يعني يشوفوني اصلي يشوفوني مثلا بروالدي كذا هذا رياء والرياء شرك والعياذ بالله شرك كانك اشركت مع مع الله الناس في الطاعه آه هذا الأمر الأول مما يعين على تقوى الله. الأمر الثاني الإكثار من النوافل بعد طبعا بعد الفرائض. إذا أكثرت من أكثرت من النوافل هذا من مما يعين على التقرب إلى الله عز وجل. كذلك إكثار من الذكر لله عز وجل. والذي يعني يكثر من ذكر الله عز وجل الله يعطيه سبحانه وتعالى التقوى في قلبه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك ما يعين على التقوى الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة، تصلي كل يوم، والصلاة هذه خمس مرات، فلما عندما تصبر الله يعطيك التقوى. آه غض البصر أيضا من التقوى، كف اللسان أيضا هذا من التقوى، وهكذا. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ب. الإجابة على هذا السؤال، الآن عندنا سؤال آخر. السلام عليكم شيخ أنا طالب اسمي علي هادي راشد. بسألك سؤال، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على وقتها؟ جزاك الله خير علي على هذا السؤال. ما معنى الصلاة على وقتها؟ طبعاً الصلاة على وقتها هو أفضل شيء. وأفضل الأوقات أول الأوقات. يعني اول الاوقات افضل شيء يعني الفجر بعد صلاه السنه تصلي الفجر والظهر كذلك بعد السنه تصلي الظهر تاخير الصلاه عن وقتها هذا ليس بافضل الاوقات طبعا الا للضروره هذا شيء شيء اخر انا ما اتكلم عن الضروره اتكلم عن الامر العادي حرص عيالي على الصلاه على وقتها الصلاه هي اهم شيء ومن اهم شروطها الوقت يعني الصلاه هي أهم العبادات بعد التوحيد وأهم شيء من شروطها الوقت إذا دخل الوقت يكون الإنسان مستعد قبل دخول الوقت حتى يتهيأ للصلاة ويصلي ولا يؤجل ولا يؤخر ولا يسوف ولا يقول أنا عندي شغل لا الشغل ما يخلص شغل ما خلص. ما في أفضل من وقت الصلاة صل في وقت الصلاة ثم كيفك روح روح العاب روح يعني مع ربعك تمشى روح دوانية كيفك لكن لا تترك وقت الافضل وهو الذي يكون في يعني بدايه دخول الوقت. حرصوا على هذا يا عيالي وخاصه الشباب يذهب الى المسجد وياتي مبكر قبل تكبيره الاحرام يكون موجود في المسجد، وتكبيره الاحرام لها فضيله عظيمه. ما ناتي الى الصلاه فقط بركعة الثانيه أو الثالثه او نتاخر ونصلي جماعه ثانيه في المسجد، هذا ما ينبغي. طيب نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا ونلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته